ضمن منافسات الدورة التمهيدي للبطولة الخليجية 39 للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد المقامة في المملكة البحرين الشقيقة، حقق الممثل الأول لكرة اليد الكويتية نادي الكويت فوزا مستحقا على شقيقه الأهلي البحريني ب 27 هدف مقابل 20، وضمن نفس الدور يلتقي في 15 في عصر اليوم الممثل الثاني لكرة اليد الكويتية نادي السلمية بشقيقه العربي القطري.